عليكم ورحمة وبركاته. فضيحة كبيرة، الاتحاد الافريقي بقيادة موتسي بيتخذ قرارا نارية بشأن قميص نهضة بركان. اتمنى من اخواني واخواتي فضلا وليس امرا وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وتعالوا مع بعض نشوف هذه التفاصيل. طبعا هذه فضيحة من العيار الثقيل ومؤامرات من موتسيبي ضد الجزائر والأندية الجزائرية. ما الذي حدث وما القرار الذي اتخذه الكاف اليوم السبت بشأن قميص نادي نهضة بركان والخريطة السياسية على القميص؟ تعالوا مع بعض نتعرف في هذا الفيديو على كل التفاصيل، ولكن قبل ما نبدأ مرة ثانية أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في الموضوع، وأهلا وسهلا رسميا الاتحاد الافريقي لكرة القدم بقيادة بيتريس موتسيبي يتكلم على قميص نادي بهضة بركان والذي يحمل خريطة سياسية تضم المغرب مع الصحراء الغربية، وهذا أمر مثير للجدل. طبعا سياسيا هذا يعني أن هذا القميص سيرتديه نادي نهضة بركان حتى ولو لعب أمام الأندية الجزائرية التي انسحبت من قبل عندما ارتدى نهضة بركان هذا القميص. ويعتبر هذا القرار فضيحة بالمعنى اللفظي للكلمة، يعتبر أيضا قرارا سياسيا بحتا سيجعل الأندية بعد ذلك تدخل السياسة في الرياضة. كيف يعني لمنطقة غير معترف بها في الأمم المتحدة أن تضمها المغرب في خريطة على القميص إليها؟ يعني مثلا لو الأندية الجزائرية ارتدت قمصان عليه علم الجزائر أو خريطة الجزائر وبجوارها قطعة من المغرب مثلا، هل سيوافق الاتحاد الأفريقي على هذا الفور؟ ما هو نفس الشيء، هذا أمر غير معترف به في الأمم المتحدة. والله أنا أعتقد إخواني الكرام بعد هذا القرار أن معظم الأندية الأفريقية سترتدي خرائط سياسية في البطولات الأفريقية المقبلة، وأعتقد أن كل الأندية التي لا يرضيها ما حدث من الكاف تجاه المغرب سترتدي قمصان عليها خرائط سياسية يضمها اتحاد المناطق المجاورة. يعني هذا ما أنا أتوقعه، ما رأيكم أنتم؟ شاركوني بآرائكم وتوقعاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. لا تنسون وضع لايك واشتراك، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.